دار الإفتاء المصرية أطلقت هاشتاج مهم جدا بيقول الصدقة أولى، بيتضمن دعوة تبرع للوطن ولأبناء الوطن من اللي تقدموا لأداء العمرة في رمضان، وطبعا الظروف اللي احنا بنعيشها خلتهم ما يروحوش، وده بالتأكيد بيقابلوا فعل خير آخر ممكن يعني يتوازى في الثواب. هنفهم أكتر مع الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي وتحياتي لمشاهديك الكرام. ممكن أخد يعني تفاصيل أكتر عن الفكرة وأهميتها في التوقيت اللي احنا فيه؟ هو الشرع الشريف حقيقة علمنا شيء اسمه ترتيب الأولويات، وترتيب الأولويات معناه أن المسلم ينبغي وهو يضع عبادته أو معاملته مع الله سبحانه وتعالى أن يرتب ما هو واجب الوقت، ما أولى شيء يضع فيه حتى يحصل له الرضا من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحصل له الثواب الأكبر من الله سبحانه وتعالى. الآن هناك كثير من الساعين إلى رضا الله عز وجل، والذين يحبون ويشتاقون إلى البيت الحرام وإلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، رتبوا أنفسهم وكانوا رتبوا أنفسهم على الخروج للعمرة في هذه الأوقات ويستقبلون. شاء الله سبحانه وتعالى أن تعلق العمرة، وهنا لابد للمسلم أن يفكر، فما أولى شيء يتوجه إليه الأموال الآن التي رتبت للعمرة؟ هنا وقد أظهر الله سبحانه وتعالى كثير من الناس والإنسان واحتياج الإنسان، هذا شيء مقدم عند الله سبحانه وتعالى. أنا أتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلق بالكعبة المشرفة وخاطبها وقال: ما أعظمك وأعظم حكمتك وما أطيبك وأطيب ريحك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منه. الإنسان هذا شيء مقدس، واحتياج الإنسان شيء مقدس، وإدخال السعادة على الإنسان وسد احتياجات وإغاثة الملهوفين هذا شيء مقدس في الشرائع كلها، وهو الآن وقد أصبح الناس في عسرة، أو كثير من الناس في عسرة، كثير من الطبقات وكثير من أهل الاحتياجات زي الذين يعملون باليومية الآن أصبحوا في ظرف خاص. الآن أصبحت هذه أولى الأشياء لهذه الأموال، ولمن يبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى أن تتوجه هذه الأموال إلى هذه الطبقات أو هذه هؤلاء الذين يجعلون رضا الله سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنه خرج من الاعتكاف في المسجد النبوي، والمسجد النبوي نعلم ما المسجد النبوي ونعلم ما شوق الناس إلى أن يمكثوا في المسجد النبوي، لكنه خرج لسد حاجة رجل وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن لأن تمشي في حاجة أخيك خير من أن تعتكف في هذا المسجد كذا يوما أو كذا شهرا. أيوة. إذن ففي هذا الذي تعلمناه من الشرع، هذا الذي الفقه الذي تعلمناه، إنه في وقت يعني مشكلة يجب أن يكون الإنسان اللي قادر إنه يحل، اللي قادر إنه يساعد يكون موجود، وده طبعا ليه ثواب عظيم. ويقدم أيوة. هذا على كل الترتيبات من السنن يعني وكذا، حتى ولو كان العمر، حتى ولو كان مثل هذا. بعض الناس بيقول: طب انا ادخر لعل العمره لما سيستقبل بعد ذلك. الان واجب الوقت هو محل رضا الله سبحانه وتعالى. واجب الوقت. نعم، واجب الوقت. هذا الوقت ان تخرج هذه الاموال للمحتاجين ولسد حاجة يعني أصحاب الظرف الصعب. شكرا دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. واجب الوقت بيفرض نفسه وليه الأولوية.